تفضل. خلينا نشوف الصورة مع بعض. هي صلى الله يحفظه. لا إله إلا الله، أنتم كل ذكريات، هي ذكرى أيامها كانت سعيدة، لكن هي أيضا هم بعد بالنسبة لي مؤلمة. هذا هني الله يحفظه ويطول في عمره الشيخ نواف، جاني في حفل تخرج ولدي الشهيد أحمد الدوسي اللي تونا سولفنا عنه. نعم الله يرحمه. هذا هني تخرج وجاني الشيخ وشفت الحبية ما وقعد وأبطأ يعني أنه مو بس يعني زيارتي سريعة ومع السلامة. يسولف مع الوالد، يسولف مع العمام، يسولف مع الأخوان، يسولف مع العيال، مع المواطنين اللي جايين، مع المترددين، ومن ضمن المداعب يعني ليش وديت الجيش، ليش ما جبت الشرطة، قلت والله رغبتي بالمقاوير وفعلا دش الجيش. فهذه الصورة يعني تدل على سماحة وطيبة ورحمة صحيح. الشيخ نواف يتمتع بهامش كبير من الرحمة، صحيح، رحوم حيل حيل حيل، مع أن ترى خريج المؤسسة العسكرية يعني دائما يقولون خريج المؤسسات العسكرية يكون شوي وشرس صحيح ويكون قاسي شوي وكذا، لكن أهلا ما عليك، ترى كلنا احنا يعني عند الأمور الإنسانية صح طيبة القلب هذه موجودة، لأن المجتمع الكويتي كله يعني مجتمع طيب، فإحنا ماخذين الطيبة من حكامنا. صحيح صحيح. الشيخ نواف يعني طيب إلى أبعد الحدود، ورحوم ويساعد خلق الله ويساعد الناس ويصينا دوما يعني في اجتماعاته معانا، حتى سمو الأمير الشيخ صباح ولا الشيخ نواف ولا الشيخ مشعل، دائما في لقاعاتنا واجتماعاتنا يقول أوصيكم خيرا، هذه كلمة ما أنساها، أوصيكم خيرا بأهل الكويت والمقيمين على أرضها، مو بس بعد يقول أهل الكويت ويسكت، يقول أوصيكم خير بالكويت. نسيت الحين بعد، أوصيكم خيرا بالكويت وبأهلها والمقيمين على أرضها. صحيح. عاملوا الإنسان كإنسان، لا تعاملونه وفق جنسيته أو لونه أو مذهبه أو أيديولوجيته أو مآربه أو مشاربه، عاملوهم كإنسان. وفعلا احنا كنا دائما توجيهاتنا للقيادات اللي اتحدنا وكذا ان نحاول قدر المستطاع ان يكون عامل التعامل الانساني عالي جدا، وان كان هنالك احيانا بعض التجاوزات تلقى العقاب الشديد وتصل الى التسريح وتصل الى السجن، والعقاب الشديد عندما يتطاول احد رجال الشرطة من ضباط او ضباط صف او افراد على ابناء المجتمع الكويتي او بناته او على المقيمين عندنا على ارض الكويت. في موقف صار كذي ابو فهد؟ نعم، في موقف صار كذي عن لأحد أفراد الأمن مثلا؟ في احنا حد مو ما في يعني في 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 مواقف أنا شخصيا حصل معي موقف. أي نعم. أنا كنت مدير عام النجدة وجاتني شكوى ولا كذا ولا واحد جاب لي أبوه ولا ماكل طراق خمس أصابع على وجهه كذي لابس عليه لبس طراق عسل، طراق يسمونه محمودي، هذا محمودي عسل، هذا طرقك واحد طراق محمودي خلاص انسى. زين ولا يا يشتكي شنو السالفة؟ تقول والله في دورية عندكم كذا كذا، رغم انه شنو فلسطيني. زين مع كل احترامنا للفلسطيني او اي جنسية اخرى. صحيح. فانا ناديته، المهم عرفنا من خلال رقم الدورية ساعته توقيع، لان عندنا مناطق التوزيع عندنا كل شيء نعرف منه. يا ابناء تعال انت عليه سعر. فجازيناه جزاء شديد وخذ عقوبة حبس، وعقبها يمكن بعد حتى كنا هو قدم استقالته وتوكل على الله من غير ما نطرد احنا. والسبب شنو؟ وقمنا نحاضر جماعة نقول تعاملون الإنسان كإنسان بغض النظر عن شنو جنسيته. صحيح. يعني احنا بغض النظر قلنا ولا كذا انه مو الجيش العراقي خزانة، لكن اذا في كان عراقي موجود على ارض الكويت ومقيم اذا معناته ما نجد عليه قبار، مو مع الأسف منظمة التحرير الفلسطيني برئاسة عرباه ولا غيره كان موقفهم سلبي ضد الكويت، إلا أن احنا مدام هذا فلسطيني أو عراقي أو أي ملة كانت أو هندي أو أي ملة كانت، بوذي سيكي بنياني اللي يصير، مدام مقيم بالكويت إذا وضعه سليم، إذا ما عليه قيود، إذا ما عليه قبار، دام هو يحترم القانون اللي عندنا، يحترم القانون، تعامله كإنسان، ما تروح تطقه. ليش طقيته؟ قال والله أنا حسبته أنا ما دريت إنه شو اسمه من هالملة هذه. قلت هذا عاد كلام ما كلام، المهم حبسناه ولغى. فيعني كثير من الحالات، كثير من الحالات تم تسريح.